السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من وقاحة شو اضوي. هاي الحلقة بتحط لي تصفير، بتحط لي تصفير، بدي جو أمريكي في البرنامج. دائما بتنتشر مقولة على مواقع التواصل الاجتماعي: لا تصنعوا من الأغبياء مشاهير. وهدول الناس السليبرتيز والفيمس والستيوبيدز، على قولتكم زوم إن، هدول الناس بيقولوا انه احنا بنعمل ايش الناس بدها. فلانة بتتقصوى على سناب شات وهاي بتنزل بتضل تنزل صورها وهي لابسة، مين اللي بيحضرها؟ ما انت اللي بتحضر يا زلمة. هلكتونا احنا الناس المهمين، وهلكتوا الحكومة. الله يا زلمة الله يعينهم على كمية السخرية اللي بتعرضوا لها. اكبر موضوع على فيسبوك الاردن بياخد يومين، ثلاثة بالكثير، ثلاث. فهذا شو بحكي لك؟ بحكي لك انه احنا بس بنحب نحكي، ما بنحب ننجز. مثلا في شاب، والله اني اقسم بالله اني ناسي اسمه وناسي شكل وجهه، لو شفته بالشارع ما بعرف، عمل فيديو. شوفوا الفيديو وينه. اهم اشي بدنا نعمله بالمشروع هو استخدام مبدأ عالمي اسمه زراعة الحضرية او المدنية او urban farming بالانجليزي، اللي بيسمح لنا نحول هالبرجين لمزرعة عمودية بنص المدينة. البرجين وبدي يعملها مشاتل وحط فيها أفكار الإبداعية وعمل الدراسة. زمان الحكي يومين ثلاثة انتشر الموضوع بعدين غلط راح. كبيرة صغيرة، سياسة، دين، أخلاق، شرفيات، فضيحة، مزيكا، 1000 دينار التذكرة يومين. زوم إن هاي عميقة. زوم إن المشكلة لا أنت سامع غيرك ولا غيرك سامعك. طبعا يا جماعة الخير، وفي خبر اليوم خبر مهم جدا، سبحان الله كنا بنحكي عن الموضوع قبل شوي وهي قدامنا. اسمع، صندوق النقد الدولي ينتقد الكرم الكبير لحكومة الملقي بعملية الإعفاءات للأردنيين. احكي لك شو يعني بنك النقد الدولي. بنك يعني شيء كبير به مصاري، نقد هي فلوس دولي يعني كل العالم، ولك هم اللي بوزعوا فلوس على كل العالم، وانت شو بتعملهم تنتقد؟ اكو خلص طفي الضوء. شاب موسيقى، شاب ينتقد الحكومة ويظل يقول الحكومة عملت، الحكومة دمرت، الحكومة سرقت، الحكومة سوت، ما في شكر. ويطلع بنك النقد الدولي الغربي ويحكي عن كرم الحكومة. قالكوا أعطيني قالكوا ولا حدا حاسس الحكومة بتاعتنا اللي عم بيكونوا كريمين معنا وإحنا مش عم نعمل أي شيء لما ننتقدهم. عيب 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 عيب. كتر صيد كتر كات. ما كنت بعيط. كات ولا مش كات؟ بالمونتاج بنعملها. اوكي، بس كيف ما مؤثر. بي حدا يبعت هالمقطع بس للدكتور هان الملقي، بلكي زبطنا بالحكومة الجاي. من باب الشفافية يا جماعة، في عنا تلفون، وتلفوننا اليوم مع صبية. انا اسمع صوتها، يا رب يكون حلو، رب تكون حلو، بلكي زبطناها بعد الحلقة. يلا الو، تفضلي. الو 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 ابو عرب. يا اختي شو؟ ايش اتفضل، ايش بدي احكي لك انا؟ مفكرنا مش كاشفينك على حقيقتك يلي لموك، يلي شوية مصاري عملوك، فكرين احنا مش عارفين انك انت ماسوني وعارفين تاريخك. يا تشك صهيوني انت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. روح ان شاء الله بتيجي سيارة بتدعسك وبتريحنا من اشكالك. سمعي. روح يا. الله لا انا ماسوني، هم بيدخلوني اساس شو الماسونية، جم اخر شارع الجاردنز لبرضو هم. ايش مؤامرة ضد مين يا حج؟ مؤامرة ضد ناس اصلا بيكرهوا حالهم. طبعا بالاخر يا جماعة الخير، احنا متقبل الرأي الاخر ومرحب دائما بارائكم، بنحكي لكل واحد بسب علينا بالمشرمحي، واذا ما حكيت لك اياها علني بحكي لك اياها في قلبي، وانت عارف لما تسب علي اني بسب عليك في قلبي، بتسب 10 بضربها ب1000 وبسب.